السلام عليكم وتحية رياضية وتحية جميع الرياضيين. فجوكروا لن يختلف اثنان في كون أن الحدث البارز هذه الأيام هو رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان. فعلا ميسي رحل إلى باريس سان جيرمان بعد ما قدم الإبداع الممكن والغير الممكن مع البارسا، الألقاب الممكنة والألقاب الغير الممكنة مع البارسا. قدم أشياء خيالية، قدم المتعة، قدم كل المرادفات والعبارات الجميلة. هو من جعل المعلق أن يبدع من خلال إبداعه، هو من جعل المقاهي تمتلئ عن آخرها، هو من جعل المتلقي يستمتع بخالدات ميسي. رحل ميسي إلى باريس سان جيرمان بالبكاء بالحزن الذي غيم على المؤتمر الصحفي. وداعا ميسي، رحل إلى باريس سان جيرمان. ميسي سيتقاضى 80 مليار في العام، 6 مليار في الشهر، يعني 222 مليون في النهار، 9 مليون في الساعة، 154 ألف درهم في الدقيقة، أي 2500 درهم في الثانية. هذا ميسي وانت كتخدم عام كتجمع 20 ألف درهم وكيديوها لك في المحطة. غريب. تحياتي.